سلمك، هلا ومسهلا. احنا اول شيء نحب نشكر الاخوان في نادي القادسيه على الترتيب وحسن الاستقبال والتنظيم، وان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق في هذا المهرجان الرمضاني. وزي ما كنت عارف انه المهرجان تحت رعايه سمو الامير سعود بن نايف الله يحفظه، وهذا ما هي بغريب على سمو الامير اهتمامه بالجانب الرياضي بشكل عام وقطاع الشبابي بشكل خاص، خاصة شباب المنطقة الشرقية. ومثل ما انت عارف مثل هذه المهرجانات او الدورات الرمضانية في خاصة في شهر رمضان المبارك تكون استثمار طيب لوقت الشباب، وادعوهم صراحة انه يشاركون ويحضرون للمهرجان. اللي حثكم على دعم المهرجان؟ والله طويل العمر طبعا شركة الجميح القابضة عندها دور ريادي وفعال في خدمة المجتمع وخدمة شباب الوطن، فمن هذا المنطلق فقررنا أنه نشارك في هذه البطولة دعم للشباب ورغبة أن يكون لنا دور ريادي في خدمة المجتمع. أبد ما في شك الدور الإعلامي بشكل عام له دور فعال وكبير وتأثير على المجتمع، فما بالك أنه قناة يكون اهتمامها موجه للشباب اللي هم يمثلون نسبة كبيرة من المجتمع. ويوفقنا إن شاء الله ويوفق الأخوان في نادي القادسية إن شاء الله. الله يسلم.